جيت اليوم بغيت نستحضر معكم واحد الذكريات حقيرة. عقلت ويامات فاش كان قليل فين كتلقى شي دري غادي هو دري قليل كنشوفو دري غادي مع دري كدعي عليه اطلق دجاجة المالية. كان دجاج قليل دابا تخلطت الوقت ولا دجاج الكوكلي الحمام كتلقى دجاجة مزعوطة في دجاجة فروج غادي مع فروج كاين اللي كتلقاها فلوس وكيموت على الدجاجات. كاين اللي كتلقاها دجاجة قداش ناية والدور تقلبها على الفلالس تخلطت. شو دابا باك مني كيكون فقير ما عندوش اش كيدير كيبدا يدوزك محدا الفيلا ديال عين دياب كيبدا عليك 77 الارض هنا كانت دايره 300 ريال المترو انت فين كنتي؟ شريت دار بيضا كامله ديك الساعه. اجي عقلتو فاش كان لي ميش والكيراتينه ديال الدريات. ايه الوقت عجباتكم هذه الدريات ياك وانتوما عقلتو فاش كان الكارو ديال الرجاله كلشي ولا تيتبوق. كاين اللي كتلقى عندها ساك وسط ساكة والله لاحظت واحد الحاجه شو سبحان الله العظيم دابا العيالات كلها وكيفاش كتشد الساك ديالها في الزنقه. النوع الاول اللي كتبان لك شاده الساك بحال هكا وغادا في الزنقه في الشارع العام عادي عرف راس الساك فيه مسكه وحده ساده عليها وفراجو وتفرتي ديال الكيكه وواحد ديودورون بقات في هذيك مشى منا السائل ولا حتى تدوي. النوع الثاني كاين اللي كتشد الساك ديالها بحال ما هذي كتكون ناجات عندها 35 عام خاطب واحد سميتو السي محمد عنده بيكالو موستاج كيلبس سراول ديال التوب كيداتها لحدا البحر تيبدا يقول لها مازال غتشوفي معايا العز ما كاين لا عز لا عزيز. عاد كاينه اللي تتشد الساك بحال ما هادي سيونس مات ما كتصاحبش. هادا كاينين بلاد الالفين ناريه 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 الاخطبوط اخطبوط بلاد الالفين كيفاش كتشد الساك ديالها بحال ما هكا تتم غادا بحال ما هكا غادا وتتشالي غادا بحال ما كنت تقول صاحبتها انت شوفي دوري على بريد شوفي واش تابعين الله يعطيك التابعه. عاد كاين الشده هيا بنات البلاد هذه كتكون سميتها الباتول خدامة في الحي الصناعي ساكة في غداها وفلوس القرعة. عرفت واكتشفت واحد الحاجة أن فريمون أن الشراب مخرج للمغاربة خرج لواحد الناس اخرين كيبغي ينشط كيعيط لصاحبو كيقول ليه اون فا بواغ ان فيغ ان فيغ الكفارة. انا كيقول ليه نحطو شي قرعة يقول ليه نحطو جوج ونغوتو لسميرة ايناس. شو دابا المغربي تتلقاه ناشط كيفاش كتلقاه؟ تتلقاه داير بحال ماك لابسه فرده وحده وحده خلاف والناس وفازك من هنا ما عرفت واش الشتا ولا وعامر واحد شويه ديال التراب من هنا وشويه الدم من هنا وتيقول لك هاد القرعه ما درت لي والو واش بغيتها تقتلك. الناس عندهم تتسمع فان دو طابل فان دو طابل شنو تتلقى طابله كبيره
زوينة فيها الحوت الشموع الدموع شوية ديال الكروفيت رويال شوية ديال البيستاج وجوج شميعات وجوج وريدات جوج كيسان ديال الفان. حنا تتلقى الطابلة كلها قراعي واحد طفاية ديال الكارو وطاسيل ديال القلية وتليفون ديال واحد مرة مرة تينو تيقولي الدراري مشي ليا التليفون. الدراري مشي ليا التليفون كيقولي ها هو كيقولي لهم واش كيهز التليفون كيديرو في جيبو تيجلس العقل الباطني ديالو كيقول لي راه باقي فوق الطابله تيعاود يشوف فوق الطابله الدراري مشي لي التليفون ورا درتيه في جيبك واش تيعاود يهز التليفون تيديرو في جيب ديال لافيس تيجلس العقل الباطني ديالو كيقول لي راه في جيبك تيقلب جيبو ما تيلقاش الدراري مشي لي التليفون كيقولوا لي راه درتيه في لافيس كيقول لهم شا هاد الماركه ما تفوتش مع كاس ديال الليمون حيت لا راه فريمون وحق الله الا واحد القضيه حنا الرجاله والله الا واحد الميكروبات صغيوري باش نكونوا واقعيين شو دابا الراجل مثلا الا كان مخاصم مع خطيبته ولا كذا وبغى يتصالح معاها كيمشي كيبقى يطلف فيها ويزاوق فيها باش ترجع مني سترجع كيقول لها والله حبيبه يلا غنعوضك على كاع داكشي اللي ضاع هي على سوها اسيغونس شنو غادي تعوض امك شنو الدراري عندنا الشباب باغيين يوصلوا شو دابا باغيين يوصلوا دغيا تتلقى الدراري دابا كل نهار خارج مع وحده وكيقول لك غنتزوج بوحده ما عندهاش باسي والله يمك تغديها عندها باسي كومبوز وتقدر تمشي معاك حتى البليسكو باغ هي اللي كتوريك الكرة ايه لا لا والله لا الزواج زوين فريمون زوين في هذوك الايامات الاولى بحال اللي قلتي عام ونص الاولى المرأة تتقد تقول لراجلها شيغي مونامور بيبي الكبيدة كيبدا يقدام شوية كيولي الخانز شوية كيولي الحتروف كيكمل واحد العامين كيولي المسلقم من بعد كتولي سميتو بينها وبين ماماها عالكلب الكلب خرج الكلب دخل وشو سبحان الله العظيم المرأة اللي مجوجة كيكون العدو واللدود ديالها هما صحاب راجلها اللي مجوجين اش كتقول لهم عالصلاقط لاحظت واحد الحاجة دابا ملي كنشوفوا البروميير ليغ ولا كنشوفوا البطولة الأوروبية تتلقى اللعابة كتلقى عندهم السمية ديال اللعاب فريمون تيصيبوها ليه من صغره سمية ديال اللعاب باش يكبر تولي تجي معاه مارك فوفيان فوي كزافي ألونزو ليونين ميسي كريستيانو رونالدو حدراف صيك تتحس بها بحال ما هكا اي حاجه طاحت لك في بالك دابا غتقدر تلقاها في اسماء اللعابه ديال البطوله الوطنيه اي حاجه بغيتي داكشي ديال المهن الحداد النقاش النجاري داكشي ديال الالوان الكحل بالخضر الشيبي داكشي ديال الحشرات بخوش النملي بغيتي داكشي ديال الدروغلي ايوب لاما سعد الكرو بغيتي داكشي ديال الاستعمالات الطبيه جبيره مواد البناء يا جور جمع المذكر والمؤنث سالم تيبركانين والصرف الصحي عباد الله الصرف الصحي عندنا فيه سميه كلاس ميرسي